أعد أطفال حي الجراري بطنجة وجبة عشاء الشهيرة في ليلة ثاني يوم عيد الأضحى، وهي من عادات وتقاليد أحياء عاصمة البغاز وباقي مدن الشمال المغرب منذ سنين. وتحول أحد أزقة الحي الشهير بمقاطعة بني مكاذا إلى عرس كرس فيه الأطفال المشاركون تقليدا سنويا يوشك على الانقراض لأسباب عدة. شباب حي الجراري تكلفوا بإعداد عشاوة في أمسية تخللها حفل للحناء وحفل استقبال الأطفال المشاركين، والذين تفننوا في إعداد طاجين عشاوة بلحم أضاحي العيد ليتم تقديمها في عشاء جماعي أسعد الأطفال كما شباب وشيوخ الحي. أنا بنت الجراري وشاركت في عشاوة وعملوا لنا أنشطة ونقص الحنة، وحنا فرحانين بهذا الشيء اللي عملوا لنا وبهذا الشيء اللي عملوا لنا حنايا، راه فرحانين بزاف. وكما كانوا شي هما ما عملوا لنا شي الحفلات هذو كاع ما كنا غادي نكونوا هنايا. وعيدكم مبارك سعيد وشكرا بزاف. جيت للحومة الجراري باش نشارك في هذه الحفلة هذه اللي عدلوا في الجراري، وشفت واحد النقاشة كانت كتنقاش ونقشتها انا وصديقة ديالي اللي هي شنو اسمها اللي هي مريم، وشاركنا في عشاوات يوم الثاني. اخترنا نتفكروا الذكريات الايام الزمن الجميل. اول حاجه بدينا بها بالاطفال الصغار، عملنا لهم الحنه، موراها عملنا لهم عشاوه اللي معروفه عن طنجاوه، وكنشكر جميع الحضور. اليوم كنسترجعوا الذكريات الزمن الجميل، كنهضروا على عشاوه اللي كنا في الزمن ديالنا صغار، كنسرقوا ديك الطرف ديال اللحمه الوالدين ديالنا ونمشيو مع بعضيتنا ونعملوها. كتحس بواحد الطعم، بواحد الخصوصيه ديال هذه الاكله، واخا كتكون ماكله في الدار ولكن الخصوصيه ديال العشاوه عندها خصوصيه خاصه، خصوصا في شارع الطنجاوي عامه، يعني كيحتفلوا بها الاطفال. عندنا هذه عاده وتقليد، يعني لازم 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 تسرق ديك طريف ديال اللحم وتجتمع مع الاصدقاء ديالك باش تاكلوا. وهذا العام رجعنا لهذه المناسبه مع هاد الاطفال هادو اللي كتشوفوا مرايا، رجعنا لهاد الزمن وبغينا هاد الذكرى تحيه في طنجه كل سنه كل سنه. اليوم كان يوم متميز اللي استحضرنا فيه شي ذكريات عشناها في الطفوله مع الوليدات ديالنا، ذكريات ديال العشاوه، وحاولنا ننظموا لهم مسابقه اللي نتوجوا احسن عشاوه. الهدف ديالها هو اننا نبينوا للوليدات ديالنا الطريقه اللي كنا كنحتفلوا بها، ديك الطريقه البسيطه التقليديه اللي كنا كنحتفلوا فيها بالحي. والحمد لله لقات واحد الاستحسان من عند الوليدات، عجبتهم الاجواء، لي بريباراسيون كانوا مزيانين وكل شيء كان ممتاز جدا. وهي فرصه ككل سنه باش نحيو صله الرحيم، كنجتمعوا مع الساكنه كيف ما كنقول دائما بلي اننا حنايا راه ما بقيناش ساكنين السكنه ديال الوالدين ديالنا. هي مناسبه في الاعياد كنحيو صله الرحيم وكنجتمعوا كيف ما كتشوفوا، وعملنا حفل حناء ويكون عشاء جماعي والحمد لله. داك الشيء هي روعه، ونتمنى هادشي هذا يتعمم في المغرب الحبيب. هذا هو الهدف ديالنا.